اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. دلوقتي احنا بنتفرج من داخل جناح الفا روميو وبنتفرج على الجميله جوليا. طبعا جوليا من السيارات المميزه جدا بالنسبه للالفا روميو. طبعا الشكل التصميمي التحفه من الخارج, ودلوقتي هنتفرج عليها من الداخل. السياره دي يمكن اكتر مميزه فيها انها سعرها 1,200,000. المفروض ان السياره دي بتيجي سبيشال اوردر, يعني بتيجي طلب من العميل, يعني هي مش متاحه للبيع لكل الناس, هي بتيجي بس بالطلب. زي ما شايفين السياره تحفه تصميميه من الخارج. السيارة الفا روميو جوليا تعتبر من السيارات المميزة جدا تصميميا, بدءا من الجيل الأول ليها اللي أول ظهور ليه كان سنة 1962. السيارة تتبع فئة السيارات الكومباكت اكزيكتيف كارز, وهي سيارات رياضية بوزن خفيف ومواتير كبيرة. الجيل الثالث منها اللي بنتفرج عليه النهارده اللي اول ظهور ليه في سنه 2015 قدر ان هو يحقق في سنه 2017 المركز الثاني في مسابقه سياره العام. السياره من كتر جمال التصميم بتاعها والانسيابيه بتاعته قدرت انها تحقق رقم 34% كمعامل سحب داخل نفق الرياح, وده نقدر نقول ان هو رقم مميز جدا بالنسبه لسياره صالون, لان الانسيابيه الزايده قوي دي تعتبر نقطه سلبيه بالنسبه لراحه الركاب في وضعيه الجلوس داخل صالون السياره, زي ما هنشوف دلوقتي واحنا بنتفرج على السياره من الداخل. شايفين هنا طبعا شنطه الكهرباء الفتحه بتاعتها, طبعا هي الفتحه هنا غويطه جدا بس واطيه قوي. شايفين طبعا الجوليا دي حاجه كده فوق الوحده. احنا قلنا السياره دي سعرها 1,200,000 وبتيجي بالطلب بطلب العميل. ده كده صالون الالفا روميو جوليا. زي ما شايفين هنا كده اللمسات بتاعت الكربون فايبر, جلد في كل مكان فوق تحت المقابض, كل حاجه كل حاجه انت معاك جلد بالكامل. شفتات الدركسيون الرياضيه بالكامل زي ما شايفين هنا كده تحفه. وهنا فتحات التكييف الدائريه اللي احنا قلنا ان هي عمليه جدا وشكلها جميل بالاطار الفضي. وطبعا زي ما شايفين هنا الجير بتاع السياره المفروض ان هو جير من 8 سرعات. طبعا السياره تحفه تحفه تصميميه, فرش الجلد زي ما شايفين هنا كده. ولكن طبعا انتوا عارفين انا حاسس ان انا حاضن القايم ده, يعني انت لو جيت من المنظور بتاع الراكب القايم ده انت حاضن القايم. طبعا شايفين هنا الهيد روم بالنسبه لي انا, وانا كمان يمكن مش طويل قوي, بس شايفين هنا الهيد روم فين. العربيه انسيابيه جامده قوي بس لدرجه ان هي تضايق. طبعا هنا هنيجي للطابلو. طبعا الطابلو من خامات زي ما شايفين هنا كده, خامات ما شاء الله طبعا طريه جدا, جلد جلد انت بتلمس ايدك مش بتلمس الا جلد في كل مكان. شايفين هنا الجلد, شايفين تحت ايدي تمام. فتحات التكييف الوسطيه, الشاشه هنا العملاقه, الجير هنا الثمان سرعات, وطبعا هنا نظام التحكم في المالتي ميديا زي ما شايفين هنا كده تمام. انت معاك نظام زي الاي درايف كده في البي ام دبليو تمام. ودي هنا التحكمات الاساسيه هنا, وطبعا هنا ده التحكم في النظام الصوتي بتاع السياره اللي احنا زي ما شايفين هنا الشاشه دي. العربيه دي بيبقى فيها 9 اير باج, هنا شعار الفا روميو, المقبض طاره, طبعا هنا الستارت انجن هنا موجود في المنطقه دي زي ما شايفين هنا كده يبدا يفتح العدادات تمام. هو هنا انا لما جيت ادوس هنا هو بيقول لي انا مش شايف مفتاح السياره, هجيبه لكم دلوقتي واوريكم السياره من الداخل. طبعا التصميم تصميم رياضي بامتياز. العربيه طبعا زي ما شفنا هنا كده نظام فتحة السقف بتاعتها, هي طبعا فتحة سقف بانوراما, الزجاج الفوق بالكامل ممتاز. طيب تعالوا نتفرج عليها من الخلف لان هي من الامام ضيقه كده, امال من الخلف هتبقى عامله ايه. طيب تعالوا نقعد هنا كده من هنا, لان طبعا من الواضح ان يا دوب اتنين يكونوا صغيرين. العربيه دي بتاعت شباب صغير, بس زي ما شايفين هنا كده المكان النفق بتاع الفتيس, شايفين ارتفاعه قد ايه. في هنا فتحات تكييف خلفيه دائريه, ولكن المكان هنا يا دوب يا دوب ان انت تدخل تقعد فيه. برضه هنا مفيش هيد روم, شايفين انا دلوقتي دماغي لازقه هنا في السقف اهو, انا كده قاعد في السقف, وفي نفس الوقت رجليا يا دوب ان هي قاعده مستريحه هنا. المكان صغير, العربيه رياضيه زي ما شايفين هنا كده, شايفين كده ده السقف البانوراما اللي منفصل جزئين في الامام وفي الخلف. دي كده السياره الفا روميو جوليا من الامام من الخلف والشنطه بتاعتها. اللي بقى بس نتفرج على الموتور المميز قوي من الفا روميو. شكل الموتور هو اروع التنسيق اللي احنا شايفينه هنا كده. طبعا ده هنا فلتر الهواء ويبدا يدخل هنا على موتور 2000 سي سي توين تيربو. توين تيربو المفروض ان هو بيخرج 200 هورس باور عند 4500 لفه, والماكس تورك بتاعه 330 نيوتن عند 1750 ار بي ام. معنى كده ان السياره ده هيطلع عزم رهيب وعلى سرعات بطيئه, يعني انت عارف 1750 ار بي ام يطلع معاك 330 نيوتن, دول هيشيلوا العربيه من على الارض شيل. وطبعا السياره دي جايه بجير من 8 سرعات. طبعا 8 سرعات
وتوين تيربو على البودي ده. العربية دي طيارة، وطبعا تستحق انها تكون بالحجز وبطلب العميل، لان العربية فعلا شكلا مميزة جدا جدا، واكيد اداء كمان. مش هقدر ان انا اقول لكم لو انتوا عجبكم العربية نعمل اطلبوها واحنا نعمل لها تقييم في البرنامج بتاعنا، لان اظن انها صعبة حاليا انها تكون متاحة للتقييم. دي كده الفا روميو جوليا، وتعالوا نستكمل باقي السيارات الموجودة في المعرض، وبالاخص كمان في جناح الفا روميو المميز قوي اللي انا شايف ان سياراته فعلا مميزة وفي كاتيجوري لوحدها. هنستعرض باذن الله باقي موديلات الفا روميو قريبا جدا، فتابعونا. اما بالنسبه لبكره باذن الله في نفس الميعاد الساعه 9 مساء في عرض اول، هنتفرج مع بعض على الفانكوش السياره الفانكوش. حلقه بكره باذن الله هتزعل ناس كتير، هتفرح ناس كتير، بس هتفيد ناس اكتر. حلقه مهمه قوي، حاولوا ان انتوا تتابعوها وتنتظروها بشغف. ان شاء الله ميعادنا الساعه 9 في عرض اول مع الفانكوش. خمنوا ايه هي العربيه الفانكوش، واسيبكم بقى مع التعليقات، واشوفكم بكره باذن الله. سلام عليكم.